لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي. أهلا بكم دكتور. أهلا بك، حياك الله عزيزتي، حيا الله المشاهدين الكرام. أهلا بك. تقول شرطة البصرة أن 80% من المخدرات التي تدخل إلى المحافظة مصدرها إيراني. ما هي أهداف إيران الحقيقية من إغراق العراق بالمخدرات؟ معروف دوليا أن إيران هي إحدى الدول الأساسية المصدرة لأنواع المخدرات المختلفة، وعلى الدوام كان الهدف الأساسي من إيران هي إغراق السوق الخليجية والسوق العربية. الآن أضيفت لها السوق العراقية لأكثر من سبب، وهو الأساسي أن عملية إنهاء الحس الرجولي إن جاز القول ذلك لدى المواطن أو لدى الشاب العراقي عندما يتجه للمخدرات، وبالتالي إنهاء فاعلية هذا الشعب هي جزء أساسي أو هدف أساسي للإدارة الإيرانية في إغراق المنطقة والعراق بالوجه الخصوص في المخدرات. زد على ذلك هناك أسباب أخرى سياسية تجعل المواطن المرتبط الذي يتعاطى المخدرات في مصدر المخدرات اللي هو إيران، وبالتالي عملية السيطرة على الشباب وعلى مستقبل البلد. إلى أي مدى ترى أن الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران ضالعة في عملية إغراق العراق بالمخدرات؟ عزيزتي، سمعنا قبل قليل التصريح لمسؤول في هذا الشأن وهو مسؤول اللجنة الأمنية في البرلمان، أشار إلى ذلك، وطالما أن الأحزاب السياسية أو أن إيران تستخدم منافذ في المناطق الجنوبية، والمناطق المنافذ هي تسيطر عليها أحزاب سياسية، هناك توافق كامل ما بين هذه الأحزاب وبين عملية المخدرات. السبب الأساسي للأحزاب هو أن المخدرات مصدر جيد للأموال، بل مصدر كبير جدا، لذلك تتوجه هذه الأحزاب إلى امتلاك المخدرات عن طريق إيران وعلاقاتها بإيران القديمة للاستفادة من مواردها المالية، زائدا عملية إنهاء قلنا الشباب الذي هو أساس المجتمع وعماده، وبالتالي إفقادهم إلى الحس العقلي أو الوطني. زد على ذلك أنه ضمائر الأحزاب للأسف الشديد ليس بالحجم الذي يتناسب مع ماهية ما يدعون، وبالتالي الأحزاب السياسية ضيعة جدا في هذا الموضوع ودلالات الكثيرة في هذا الشيء. إذا كانت شرطة البصرة قد قبضت فعلا على الكثير من مهربي المخدرات الإيرانيين خلال الفترة الماضية، ما الذي يمنع الحكومة من إصدار قرار ردعي يحد من تهريب المخدرات عبر الحدود؟ للأسف الشديد الحكومة عطلت قوانين سابقة كانت معتمدة في النظام السابق، كان حكومة حكم الإعدام على كل ما تعاطى مخدرات أو ينقل أو يهرب أو يتاجر، وذلك عندها كان العراق يشكل عالم صفر في المخدرات على مستوى دولي، ولكن التهاون في هكذا قرارات وهكذا تطبيقات القوانين وعدم إصدار قوانين ملحة يجعل عملية التهريب قائمة من جانب، من جانب آخر كأنما هناك توافق ما بين حكومة بغداد أو حكومة ما بعد الاحتلال ورغبة إيران في إشاعة المخدرات وتهريبها، إذا هناك تناغم كبير ما بين رأس إيران ورغبتها وبين الإدارة العراقية الحالية بعد 2003 التي دعت إلى تقليل المحاسبة الحقيقية على المروجين للمخدرات، وبالتالي تتوافق ذلك الرؤية بين غزو إيران للشرق العراقي زائدا غناء أو استغناء الأحزاب السياسية بمبالغ عالية جراء التعاطي المخدرات وبيعها. يقول البعض أن تجار المخدرات تسندهم جهات حكومية ومسؤولون متنفذون في الدولة، وربما هذا كان تصريح الأخير لحاكم الزاملي، ونربطه كذلك بما كنت قد تحدثت عنه عن تورط كذلك الميليشيات في هذا الأمر. أكيد دائما على طول الأمور غالبا ما تكون الميليشيات أو مافيات المخدرات تمتلك عناصر قوة وتمتلك النفوذ في أجهزة الدولة، هذا معروف في دول العالم سيما في مناطق أمريكا اللاتينية. الحالة عندنا كذلك نتبئ بها في عملية السطو على منافذ الحدودية وسطو على منابع النفط أو أنابيب النفط،
هناك خلفها ميليشيات وخلفها قوة عسكرية متنفذة. كذلك الحال في شأن المخدرات في العراق، هناك أحزاب تمتلك إرادة وتمتلك قوات عسكرية خاصة بها تكون سند لها، وبالتالي حتى الحكومة غير قادرة على أن تحد من نشاط هذه العصابات. إذا المشكلة الكبرى الآن هي في الدولة العميقة أو الدولة المركبة السلبية التي تنتري أحيانا بصفة مهربي مخدرات، أو أحيانا بفساد إداري ومالي، أو أحيانا بصفقات تجارية وهمية، كلها يتوافق في أن يذهب بالعراق وبأمواله إلى الهاوية. دكتور، كيف ساهمت آفة المخدرات في تحطيم المجتمع خاصة فئة الشباب؟ عزيزتي أعاذنا الله، لأن المخدرات من مثالها تشير التقارير التي تصدر عن الأجهزة الرسمية للدولة أن كثير من أعمال القتل في داخل البيت الواحد أو الزنا في المحارم حاشا لله حسنا وعدنا الله عن هذه الممارسات، كثير ما يقوم بها الشباب الذين يتعاطون المخدرات. على ذلك أن عملية الإضرار النفسي للمخدرات ويوافقها يأس الشباب من مستقبل في هكذا حكومة وهكذا تخطيط عشوائي، يجعل الحياة عندهم مغلقة، وبالتالي حرف الشاب انحرافا كبيرا تجاه الهاوية. وبالتالي نؤكد وكما تؤكد التقارير أن المخدرات هي سبب أساسي إلى انحراف وإلى المجتمع برمته وليس الشخص، يعني بمعنى أن الأضرار المتأتية من السيجارة أو حتى من مشروب المسكر الآخر الخمور أجلكم الله قد تكون أضرارها الجانبية المجتمعية أقل بكثير من المخدرات. لذلك تسعى إيران جاهدة لأن تغرق السوق العراقي لضمان كما قلنا ضمان انهيار الدولة العراقية. شكرا جزيلا لك دكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.